السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضراتكم طيبين وانتم بخير وبصحة وسعادة. إن شاء الله احنا النهاردة بنتابع دورة تربية السمان الهجين من عمر يوم لحد عمر البيض إن شاء الله. زي ما احنا قلنا قبل كده يا جماعة في الفيديوهات اللي فاتت، إن احنا الشوية اللي قدامنا دول إن شاء الله هنصفي منهم شوية صغيرين كده، ونخلي الباقي نعمل منه قطيع بياض، بحيث ان احنا يبقى عندنا انتاج كتكوت من اول وجديد، او يبقى عندنا المشروع كامل متكامل. طبعا العدد اللي قدامنا يا جماعة ده مش كبير، ده عدد صغير حوالي 50 جوز بالظبط، مقسمين كل صندوق في 25. طبعا الناس اللي متابعة الدورة ديت، احنا بنعمل حاجة اسمها تجربة العيش الناشف بنسبة 50% مع العلف. يعني مثلا احنا بنأكل عيش ناشف وعلف قد بعض، وطبعا عشان يبقى نشوف الفرق في الميزان، او نشوف الفرق بين نقارن بأي حاجة تانية، فاحنا بنعمل اول صندوقين دول احنا عاملين عليهم بنأكل علف صافي، والصندوقين اللي تحت دول يا جماعة بنأكلهم عيش وعلف بنسبة 50%. طبعا احنا بنأكل كمية ثابتة كل يوم، وجبتين اتنين بس يا جماعة كل 12 ساعة. العلف اللي موجود قدامهم طبعا بيكفيهم او بيخلص قبل الميعاد بحاجات بسيطة. النهاردة السمان اللي قدامنا ده عمره 26 يوم. طبعا احنا هنشوف الاوزان بتاعته، وكل يومين احنا بننزل الوزن، وبننزل وزن السمان اللي بياكل عيش وعلف، ووزن السمان اللي بياكل علف فقط، بحيث ان احنا نشوف الاوزان قريبة من بعض، بعيدة، في تفاوت، ايه اللي بيحول اكتر من التاني، الكلام ده كله. وبرضو هنقول ممكن الدورة تاخد وقت اطول، بس احنا هنشوف برضو في الاخر التكلفة هترسم معانا على ايه. هنشوف مثلا في فرق في التكلفة ولا مفيش، هنشوف مثلا المدة اللي زادت ديت مدة كبيرة ولا مدة صغيرة. فطبعا يا جماعة أنا الأوزان اللي عندي ضعيفة جدا من عمر 20 يوم، وأنا عارف إن الأوزان اللي عندي ضعيفة، وكان السبب من عندي إن أنا عندي كنت من يعني فترة التأسيس بتاعة السمان نفسها ما اهتمتش بيهم جدا، فبالتالي السمان ما حولش معايا في الوقت المناسب. المفروض إن ده الوقت إن السمان قابل فيه الأكل، وده الوقت اللي المفروض السمان يعدي فيه في الوزن. طبعا يا جماعه انا لسه لحد دلوقتي ما وزنتش، احنا لسه حاطين لهم الاكل والميه، لسه مغير لهم كل حاجه دلوقتي، بس احنا لسه ما وزناش السمان، ولسه ما نعرفش وزنه عامل ايه. الفيديو اللي فات كنا وزنينه على عمر 24 يوم، كان السمان كله يعتبر وزن واحد، سواء اللي بياكل علف فقط او اللي بياكل عيش ناشف. متهيألي ما فيش اي فرق في الموازين، الموازين يعتبر كلها واحده. بنجيب كام واحد عشوائي من كل صندوق كده وبنشوف الاوزان، احنا بس مستنيينهم بس كده يا جماعة ياكلوا، ونشوف السمان وزنه هيبقى عامل قد ايه ان شاء الله النهاردة، ونرجع لحضراتكم تاني. ورجعنا لحضراتكم تاني يا جماعة، احنا جهزنا الميزانة بتاعتنا اهي، وهنجيب كده كام واحد من اللي احنا بناكله عيش ناشف وعلف، ونشوف الاوزان بتاعته. طبعا يا جماعة انا بجيب الاوزان الموجودة عندي، مش بنقي الكبير، بجيب الاوزان اللي موجودة زي ما يكون، كبير صغير. اول واحد عامل معانا 78 جرام، الميزان اهو يا جماعة شغال. ثاني واحد عامل منه 114. طبعا يا جماعة ده السمان اللي احنا بنأكله عيش ناشف وعلف بنسبة 50%. احنا بنجيب كام واحد كده، مش بننقي اي حاجة. وده عامل معانا 124 جرام. نجيب من الصندوق اللي تحت ونشوف الأوزان برضو كده، اللي فوق زي اللي تحت ولا لأ. واحد عامل معانا 96 جرام، وده واحد كبير شوية عامل معانا 146 جرام، ده يعتبر أعلى واحد في التجربة اللي بتاكل عيش يا جماعة. نجيب واحد تالت عامل معانا 98 جرام. نجيب بقى يا جماعة اللي بياكلوا علف، ونشوف كده هل في فرق في الموازين ولا لأ. عامل معانا 122 جرام، وده تاني واحد
عامل معانا 126 جرام. نشوف كبرضو يا جماعة، 2 كمان، وده واحد كمان اهو يا جماعة، عامل 96 جرام من اللي بياكل علف صافي. واحد كمان اهو عامل معانا 100 جرام. ده كده يا جماعة وزن السمان عمر 26 يوم عندي. طبعا يا جماعة الأوزان ضعيفة جدا جدا، سواء اللي بياكل علف أو اللي بياكل عيش ناشف، الاتنين تعبانين، مش دي الأوزان اللي المفروض تكون موجودة حاليا. طبعا ممكن يرجع تفاوت الأوزان ده أو الأوزان ضعيفة لشوية أسباب، ممكن برضو نقول إن العدد كبير عليهم في الصندوق فبالتالي مأثر عليهم. يعني إحنا شايفين إن الصندوق يعتبر مش كبير قوي ولا صغير قوي، ممكن يكون برضه عشان بقالي فتره طويله ما نضفتلهمش. كل دي اسباب ممكن تاثر على التحويل، فاحنا برضه علشان نبقى مطمنين اكتر ممكن ان شاء الله بكره باذن الله ننقل السمان في مكان تاني بطاريات الشبك اللي احنا كنا عاملينها، ننقلهم اليومين اللي جايين دول ونشوف كده الفرق بين يعني احنا هنسيب يا جماعة صندوقين هنا وهننقل بس صندوقين من الصناديق اللي قدامنا ديت في بطاريات الشبك، ونشوف الوضع هيبقى عامل ازاي معانا، ونشوف الفرق بين التحويل ده او التحويل ده، ونشوف برضو هل في تحسن في الميزان ولا لا. كل الكلام ده برضو ان شاء الله هنشوفه مع بعض في الايام اللي جاية. اتمنى ان الفيديو يعجب حضراتكم، واتمنى لو انت اول مره بتتفرج على قناتي اتمنى ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد. وطبعا لو عندك اي استفسار اي معلومه حابب تضيفها لي هكون شاكر جدا لحضرتك. وكل سنه وحضراتكم طيبين، اخوكم محمد سعيد. دي طبعا يا جماعه البطاريات الشبك اللي موجوده عندي، وطبعا احنا عملناها قبل كده. ان شاء الله طبعا يا جماعه هنقلهم من المكان اللي قدامنا ده ونحطهم في مكان تاني يكون على الأرض كده، ونحط فيه السمان اللي موجود عندنا، ونشوف الفرق بين التربية على الأرض والتربية في بطاريات، ونشوف حل المشكلة اللي موجودة عندنا حاليا، وهي إن الأوزان بتاعت السمان عمر 26 يوم ضعيفة جدا. فنشوف الفرق بين التجربتين أو بين التربية هنا والتربية هنا، ونشوف هل في تحسن في الايام اللي جايه ولا لا. ولو حطينا اي علاجات او اي ادويه او اي منشطات ولا اي حاجه احنا برضو هنقول يا جماعه احنا بنستخدم ايه بالظبط. اسف على الاطاله، وكل سنه وحضراتكم طيبين، اخوكم محمد سعيد تربيه السمان. شكرا لحضراتكم.